مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي، تصوير مشاريع وجولات بمدن المغرب. اليوم صورت لكم المشروع الجديد الخاص بالنفق الطرقي بباب الأحد بالعاصمة الرباط، الذي انطلقت أشغاله بداية يونيو 2020، أي بداية هذا الشهر. الميزانية ديال هذا المشروع قدرت ب 40 مليون ديال الدرهم. هذا النفق الذي يتم إنجازه بشارع الحسن الثاني عند التقاطع مع شارع بن تومرت، واللي الطول ديالو 260 متر، أي 130 متر من جانب مدينة سلا و 130 متر بمدينة الرباط. الهدف ديال هذا المشروع هو تجاوز المشاكل المرتبطة بحركة السير ووقوف السيارات على مستوى وسط المدينة، حيث يتم حاليا إنجاز باركين تحت أرضي سعته 500 سيارة تحت ساحة باب الحد. ويدخل هذا المشروع ضمن في إطار الرباط مدينة الأنوار. مازال غادي نصور فيديوهات أخرى حول المشاريع الرباط الحالية. وفي الأخير ما تنسوش ديروا جيم والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. فرجة ممتعة.